في هذا السياق في نعم في هذا في هذا السياق دكتور محمد شهاب في هذا السياق كم يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين القابعون اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي أو الاحتلال الصهيوني وبشيء من التفصيل يعني ما بين نساء وأطفال ورجال؟ نعم أخي الفاضل، الآن ارتفع العدد خلال هذا العام إلى 7200 أسير فلسطيني وبعض العشرات من الأسرى العرب الثابتين. يعني بمعنى ارتفعت نسبة المعتقلين الأسرى في سجون الاحتلال، ارتفعت هذا العام 20%. يعني مثلا خلال هذا العام 5000 حالة اعتقال حصلت، من بينهن 175 حالة اعتقال من النساء، منها 1900 حالة من الأطفال اللي أقل من 18 سنة عفوا، سواء كانوا ذكورا أو إناث، أطفال وطفل يعني. يعني هذه حقائق حقيقة وأرقام مروعة يعني كما تسمى. وهناك يعني صحفيون تم اعتقال 85 صحفي و10 صحفيات، صحيح بعضهم خرج لكن لا يزال البعض هنا قيد الاعتقال والمحاكمة. نعم. حتى من أسرى صفقة الوصايا الأحرار المحررين تم الاحتلال اختطفوا أعاد اعتقال 57 من المحررين في الصفقة وأعاد إليهم أحكامهم واعتقالهم. يعني نعم قضية